الانتصار الثاني كان على حساب جون بيير هابيمان، اول الانتصار الثالث كان بالضربه القاضيه على ديموراس ابو لاتسي. هذه هي الثلاثه ديال النزالات دي محمد، ربيع النزال الرابع تنطلق المواجهه بطبيعه الحال البدايه ربما تخلينا نشوفوا واش غتابعوا جس نرد من جانب الملاكمين ولا دخول في اجواء المنافسه، لان هذه ملاكمه احترافيه وكنعرفوا منذ البدايه دخول اللاعبين في اجواء التنافس. نعم اكيد، لان الملاكمه الاحترافيه تكتسي طبعا خاصا على مستوى المواجهه برقعة الحلبة. كما تلاحظون مشاهدينا محمد ربيعي يعد الهجوم باليد اليسرى ويحاول يعني ضرب او اقتناص احد الضربات التي قد تؤثر على الملاكم الهنغاري لماذا وتسقطه ارضا في احد الجولات القادمه. وربيعي كما هو معلوم فالاستعداد ديالو كان رفقه مدربه الجديد هشام نفيل، الملاكم اكيد الدولي السابق كان استعداد يعني في مجموعه من المحطات مهمة خصوصا في العاصمة البلجيكية بروكسيل، وقلنا تحت إشراف هذا المدرب يعني بداية جد مشجعة من جانب الربيعي، وهذا هو الجميل في الملاكمة الاحترافية. قلنا منذ البداية دخول في أجواء النزال، وربيعي يعني يوجه ضربة قوية هادية يعني بشكل سريع، وهذا وقلنا هذا هو المميز في مثل هذه النزالات. كنشوفوا الطريقه والامتاع والابداع من جانب محمد ربيعي، يواصل كما يقال حصد الاخضر واليابس فيما يخص يعني النزالات الملاكمه الاحترافيه. شوف نفيل فرحه، ما عطاوناش حتى فرصه نتحدثوا على نفيل الجمهور يعني هذا المهم هو الانجاز تحقق وانتصار رابع بالنسبه للبطل المغربي محمد ربيعي الذي